السلام عليكم. لو قلت لك الكيكه ديت فيها اختراع، لا هتشوفيها حاجات لاول مره تشوفيها، لان حاطين في الكيكه ديت هي ثلاث طبقات مش طبيعيين، طبقه كيكه شوكولاته، وطبقه كريمه مش طبيعيه بالبرتقال، وطبقه جناش زي اللي حضرتك كده شايفاها. تابع الفيديو ده عشان بجد هتاكلي حاجه وهميه في الاخر بجد، يعني ما كنتش متخيل الطعم اصلا ضارب في الدماغ، وان شاء الله يعجبكم جدا. تعال نحضر يلا المقادير. بجيب عندي اول حاجه، بجيب بوله وبحط فيها 5 عدد بيض، ولو في قشر وقع وانت بتكسري عندك البيض ممكن تشيليها كده بطرف معلقه او بقشره البيضه، واحط عليها كوبايه وربع من السكر وباكو فانيليا، واضرب الحاجات ديت والخليط ده كله مع بعضه لحد ما ينعم معايا بمضرب سلك يدوي او كهربائي. بحط نص كوبايه من زيت الذره واقلب الخليط ده كله مع بعضه زي ما حضراتكم كده شايفين لحد ما ينعم ويديني القوام اللي حضرتك كده شايفاه. ده السحر بقى، بشر البرتقال بس تكون المبشره اللي هو الجزء الناعم اللي فيها، ودي الجزء برده المهم، معلقه قهوه صغيره، واقلب الخليط ده كله مع بعضه. اجيب بقى عندي بوله ثانيه اقوم حاطط فيها 2 كوبايات كبار من الدقيق، والدقيق يكون خاص بالكيك، واقوم حاطط عليها 1/2 كوبايه من الكاكاو الغامق و3/4 باكو من البيكنج باودر وذره ملح بسيطه جدا، وابدا انخل الكلام ده كله. والنخل ده مهم جدا عشان يدخل الهواء جوه الكيك نفسه. بعد ما قلبتهم ونخلتهم كويس جدا بالمنخل كده ابدا ان انا اضغط عليه لحد ما حضرتك كده شايفاه، واقوم حاطط خليط البيض مع القهوه مع السكر مع الفانيليا عليهم، وابدا اقلب وبحرص بالراحه جدا، فبتلاقي العجينه تقلت معاكي. اهم خطوه بقى هي كوبايه الميه الدافيه اللي حضرتك كده شايفاها بنحطها في الاخر، واقلب لحد ما الخليط يتجانس معاكي ويبقى بالقوام اللي حضرتك كده شايفاه. يا عيني، واخد القهوه، واخد بشر البرتقال، فالميكس بين الثلاث حاجات دول موضوع تاني. بجيب عندي بايركس زي ده يكون صيني زي اللي انت شايفاه ده، واقوم مدهنه زبده، ونقوم حاطين الكيكه ديت زي ما حضرتك كده شايفه، ونبدا اللي احنا ايه نوزعها بالشكل ده، ونقوم زقنا فين على الفرن درجه حراره 170. الفرن لازم يكون محقق درجه الحراره، يعني يبقى سخن، ونقفل عليها لمده بالظبط 25 دقيقه. بعد 25 دقيقه بص الجمال عامل ازاي، بص الكيكه طالعه اصلا عامله ازاي. بجيب سكينه وبعمل عليها اختبار، تطلع تمام مفيش عجينه. بحطها في الثلاجه لمده 2 ساعات. بعد ما تبرد بقوم جايب عندي 2 كوبايات من اللبن، وحاطط عليه 1/2 كوبايه من السكر، واللبن يكون على النار، وابدا ان انا اعمل فتحات كده فيها بخله عشان اللبن يبقى موجود فيها. بجيب عندي الجناش بقى بعمله 2 كوبايات كريم الطهي و2 كوبايات من الشوكولاته الغامقه، واحطهم عندي على النار وابدا اقلب فيهم لحد ما الشوكولاته تبدا تسيح معايا ومع الكريمه. يبقى 1 كوباية من الكريمه، 2 كوباية من الشوكولاته، ينفع لبن هتبقى 1/2 كوباية لبن بس لو مفيش كريمه. واقوم حاطط معلقه زبده كبيره عشان تديني القوام الحلو، ولما اجي اقطعها تبقى مظبوطه ما تسحش ببعضها. اقوم سايبها تبرد، اقوم جايب عندي 1 كوباية من الكريم شانتيه على 2 كوباية من اللبن المثلج، يبقى فيه تلج او ميه مثلجه، بس اللبن يبقى بتديها يعني بتبقى غنيه اكتر. وابدا ان انا احطها كده واضرب الكريمه على السرعه العاليه لحد ما تديني القوام ده. اقوم جايب عندي 1 كوباية كبيرة من الجبنه الكريمي الساده، واحط عليها 1/4 كوباية من السكر البودر وبشر برتقانه برضو، ودي بتخلي الكريمه دي في حته طعمها في حته تانية خالص، واقلب الخليط ده كله مع بعضه عشان كريمه الجبنه تبقى بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. يا عيني على القوام والطعم. اخد الكريمه ديت اقوم حاططها على الكيكه كده من فوق، وابدا ان انا اسويها على حروف البايركس بالظبط. بعد كده بقوم جايب منديل وابدا انضف كده من الجوانب كويس جدا، ونقوم واخدينها وحاطينها في الفريزر لمده 2 ساعة بالظبط. بعد 2 ساعة بقوم مطلعها، تبقى الكريمه تماسكت تماما. بقوم واخد عندي الجناش بعد ما برد معايا، ونبدا ان احنا نوزعه بالشكل ده. اهم حاجه واحنا بنحط طبقه الجناش ده يا جماعه يبقى فيه سرعه، عشان الكيكه الكريمه نفسها مثلجه، فاهمة ازاي؟ فالجناش هيقفش على طول، فحاولي اللي انت بالاسباتولا كده صغيرة على طول تفرديها عشان تطلع معاكي بالشكل ده. بعد كده بنقوم جايبين عندنا مية سخنة وحاطينها في معيار زي اللي قدام حضرتك ده، ونقوم حاطين فيها السكينة عشان نعرف نقطع بيها، وكل ما اقطع واحدة اقوم حاطط السكينة تاني في المية السخنة واقطعها بشكل طولي وبشكل عرضي، وبعد كده نقوم مطلعينها ونتفرج على الجمال عامل ازاي. لازم تجربوا الكيكه ديت عشان بجد بجد هتعجبكم قوي. بص القوام نفسه عامل ازاي، بص طالعه عامله ازاي الكيكه الشوكولاته مع طبقه الكريمه، وناكلها بالهنا والشفا. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.